مشروع قانون رقم 58-15 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 13-09 المتعلق بالطاقات المتجددة. كلمة السيد الوزير لتقديم مشروع القانون، تفضل السيد الوزير. شكرا السيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، بعد التنويه بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة رئاسة وأعضاء، أود فقط أن أذكر بأن هذا المشروع يروم تتميم المؤهلات الوطنية للطاقات المتجددة وإعطاء الرؤية اللازمة للمستثمرين في القطاع الخاص المهتمين بالمشاريع الطاقية انطلاقا من مصادر متجددة. ويأتي اقتراح هذا المشروع في سياق يتسم بضرورة مواكبة نمو مضطرد للطلب على الكهرباء الذي يتجاوز 6% سنويا من أجل مواكبة التنمية السوسيو-اقتصادية لبلادنا، وبالتالي ضرورة استغلال جميع المؤهلات والإمكانات من الطاقة المتجددة التي تزخر بها بلادنا، وذلك من أجل تحقيق الهدف المتمثل في تقليص تبعيتنا الطاقية للخارج. كما أن تطبيق القانون 13-09 عرف خلال هذه السنوات بعض النواقص أجملها فيما يلي: لم تكن هناك إمكانية لربط منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقة المتجددة بالشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المنخفض، مما شكل عائقا أمام التنمية الصناعية للمنشآت الصغرى والمتوسطة، خاصة فيما يتعلق بالألواح الشمسية الفوتوفولتايك. أحكام القانون المتعلقة بالطاقة الكهربائية من مصدر مائي والتي تستثني من نطاق تطبيقها المشاريع ذات القدرة التي تتجاوز 12 ميجاوات، مما شكل عائقا أمام استغلال الحد الأقصى الذي تقدمه الخصائص الهيدرولوجية لمواقع الإنتاج. إغفال الرأي التقني لمسير الوكالة الحوض المائي. ثم إشكالية فائض الإنتاج الذي ينجم عن استغلال المصادر المتجددة والذي ظهر من خلال تطبيق القانون 13-09. فبالتالي هذا القانون المقترح سيد الرئيس يهدف أولا إلى فتح السوق الكهربائية للجهد المنخفض من مصادر الطاقة المتجددة، والذي يخضع تطبيق أحكامه المتعلقة بالولوج والرطب الشبكة لشروط وكيفيات سيتم تحديدها بنص تنظيمي. رفع الحد الأدنى للقدرة المنشأة لمشاريع إنتاج الطاقة الكهرومائية انطلاقا من مصدر الطاقة المائية من 12 إلى 30 ميجاوات. ثم إمكانية بيع فائض إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة إلى مختلف فئات مسيري الشبكة الكهربائية الوطنية. ثم بطبيعة الحال إمكانية تحديد بنص تنظيمي لكل الشروط التي تتعلق بربط هذه المنشآت بالشبكات الكهربائية الوطنية. تلك هي السيد الرئيس أهم المقتضيات التي تتعلق بهذا القانون، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا السيد الوزير.